علي يا رب ومن شرف هذا الوطن. لكل الإطارات السياسية والحقوقية وقرنا. لن أقول لكم أكثر مما قلته للذين قصر كريم. كنا وما زلنا وسنظل. وأن الدار التي لا تقسمنا ولا تسقطنا لا تزيدنا إلا قوة ووحدة وتضامنا. هذا عندنا على شيء بينما يدل على أنه بين معتقلي السلمي وحد بين المرقاء السياسيين وبين الجمعية الحقوقية. وهذا شيء جميل وكنا نتمناه في حركة بشكل معين. كانوا شطاء في حركة بشكل معين. أنا بغيت نعطيكم واحد هدية لحضور الشعب المغربي. ما عنديش شي هدية أخرى عندها لكم. هي ابنتي الوحيدة صفاء الصرصري التي أتنقل بها عبر ربوع هذا الوطن الشريف. عيشة الكرامة في هذا الوطن.